بشكركم بكل حكمة بتبعتوها وبكل آية وبكل خدمة. هيدي الصدقة إننا نقدر نتجاوب من القلب. في جواب كمان من الجيب بس يكون لخدمة القلب. قال الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسد. الصديق بيكون هو ساجد معك بهالسجد جسدك، هي المعبد وهي الهيكل. بس كيف بدك تلاقيه إذا ما لقيت نفسي؟ منين بدي لاقي الصديق؟ أول خطوة بدي حس بالجوع وبالعطش لإله، وتحسه بدي أشبع، بدي أشبع شيء من هالدنيا. قال له افتقر عن غنى أحلى من إنه بعده عن فقر. شبيع شافة، ما ضروري تشرب كل المحيط تتعرف إنه مالح. ما شفت الأغنياء أكتريتهم بينتحروا، واللي ما انتحروا ميتين بعد ما اندفنوا. مين اللي بيعرف يتصرف بالأموال؟ لا تملكه حتى تنفقه في سبيل الوفاق مش النفاق. تعطيهم تيشتري مخدرات وسيارات وطيارات عم تعطيهم لنفسك لأنك أنت عندك هالكبت. بتلبسي ابنك عزوئك، بتطعمي بنتك عزوئك، بتبعتيهم على المدارس اللي هيك ومثل ما بدهم تعمليلهم لان عم بتعيشي من خلالهم. اذا انا ضحيه امي وامي ضحيه امها، خلص فول ستوب، انف از انف. الان هو الزمان والمكان، والان الصحه والصحوه، وانت بتبلش هالحكمه فيك. بس بلش اصحى الكتاب خير جليس، وإذا لقيت نسيب بالروح. وبعدين كلن عن الناس معزلة. من أول خطوة فتش على اللي ما بيموت. جسمي بيموت، نعم، من التراب إلى التراب، هيدا دوره إجا. والموت ما عليه عمر ولا عليه زمن ولا عليه مكان. بكل لحظة بين كل نفس ونفس. مش هابي بيرثداي، هابي بيرثداي وبيرثداي صقني وأبي صقني وأبي بيرثداي. لا خلقنا ولا بنموت، هيدي كلها مجاملات، كلها تبذير، والمبذرين اخوان الشياطين. من هون تبلش، ما في تنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة وسبت وأحد وتنين، كل يوم صندي، كل يوم تشرق الشمس. مين حط التاريخ؟ مين حط الأجندة؟ طلع بس بالهلال وبالقمر بالنجوم. أنت بس تشرق الشمس بتقوم، شو بين ابنك ما إجا على الشغل اليوم؟ كبسته الشمس، الله يشفيه. شو بين نام ما قام؟ والله ما بعرف. فإذا الكباية انتلي وجا وقته. هلأ موت السرعة اللي عم بتشوفوا العلامات الكبرى فتنا فيها، هلأ الكشف، بهالكشف اللي عم بيجينا، بهالدمار الشامل واللي عم بتشوفوا كل 3000 سنة تقريبا بنمرق فيها. قال بوذا، قال المسيح، قال الحبيب، العلماء عم بتقول اليوم. اليوم انتفاضة غريبة عجيبة بكل هالكرة الأرضية. فإذا شو دورنا هلأ؟ وين نسيب الروح؟ وين منروح؟ هاي المصلحة؟ نعم، ما في مصالحة، في مصلحة. لا العداوة بتدوم ولا الصداقة بتدوم، هاي المصلحة. ما بدنا نتصالح، نتصالح على هيك لحظة. إذا عطاني كذا مليار دولار، كذا مليون دولار، يلا أنا مع مين؟ مع سوريا. طلع ضد سوريا منين؟ طلع ضد سوريا بيندفع له. أنا مع مين؟ مع أمريكا. طلع ضدها، فرق تسد. فإذا وين هو نسيب الروح؟ إذا ما لقيته ببلدك، ببيتك، بحدا، بتلاقيه بالجماعة. وصارت الجماعة تقريبا منا موجودة بأمة العرب، أكيد منا موجودة بأمة العرب، بس برا كمان عم بيشدوا ضغط كتير إنه ما تكون موجودة. يعني في علماء هلا بأمريكا عم بيتهددوا بالقتل، أو بتكونوا سبيكتيترز بس قعدوا تفرجوا، ما تحكوا اللي بتعرفوه.
مشان هيك قتلنا. هولدا كلارك عمرها 88 وقتلناها السنة الماضية. كل عالم هو خطر، الفطرة خطرة، الشر اللي بده ياخده. فإذا عن الناس معزلة ومنفتش على الكتاب ونعنا خير جليس موجود. أنت الكتاب اللي بتحبه. أنا ما بقرأ أبداً أي كتاب إلا أوشو بالإنجليزي أو مريم اللي بتكتبه بالعربي، لأنه أنا بس بمسك القلم والفايض بالكلام مثل بالقلم. الفايض منه من حي ولا غايب، الحوض الإلهي. كلنا مثل الأطفال أول سنتين، مين بعلمه كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يرضع وكيف يبتسم وكيف يضحك وكيف يصرخ؟ عنده إياها. إن لم تعودوا كالأطفال، هالإنوسنس هالبراءة موجودة بالطفولة، ولما بتكبر هالبراءة بتصير هي الحكمة، بصير عندك الحفيد والجد مع بعضهم، بحبوا بعضهم كثير، لأن بشوف حاله بالحفيد، والحفيد بشوف إنه أنا بكره بدي أكبر بصير مثل دادي ومثل جدي. بس اليوم ما بقى في حفيد وما في جد وما في بيت، كلكم مثل ما انكم شايفين فلتت هلا، خلص صار كل واحد منا ما في فلتة، في فيلتة. كل شبابنا وبناتنا وأجيالنا هيدي هي اللي عم نزرعه رح نحصده، اللي بيزرع شر عم نحصد شر. ولكن كفرادا نحن أفراد بتنعزل عن الجماهير والحشود، بتنعزل عن هالألقاب وهالسياسة وهالأشياء اللي عم بتصير وكل هيدا بيفتقي. هيدي اسمها بيرسونا، يعني قناع باللغة اليونانية. بيرسونا يعني ماسك، VIP very important person. أنا هالسيارات يعني وهالخدم اللي عندي وهالحشود اللي حولي والبادي جاردية والألقاب اللي حملون. السخيف بيحمل هالصورة البشعة بالدبرواز. كيف عاش سيدنا عمر؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، دايما التكرار بيعلم الشطار والحمير، وأنا من الحمير. دايما بعدد نفس النفس ونفس الكلمة. قال له إلي 50 سنة بقرأ القرآن، كم مرة؟ قال له بعدني بقول إيه، ما برددها، ما تقولوا هيك يا حبيبي ويا حبيبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يتعدى اللسان هو الأداء. مرة إجا لعند ميتشو واحد من كبار الصوفيين ووجه بضوي وهيك كلنا عرفنا، قال إيه بس هلأ بدي أقول لك هون تقعد أسبوع وما بتردد كلمات. ثالث يوم راحت منه الطاقة. قال له إذا هالطاقة موجودة بالكلمة، يعني الكلمة أقوى منك. الكلمة بخدمتك، وفي البدء كانت الكلمة. شو كان فيك من البدء؟ صمت العارفين، السكينة الإلهية، هيدي اللغة. بصمت العارفين، be still and know that you are God. Be still and know that I am the amness. مش أنا النية، مش أنانية، مش الاستكبار، الاستغفار. هيدا الوجود اللي فينا. ولكن يا أخوتي ما ممكن يجي بلا ما يكون عندك عطش وجوع. أنت عطشك وجوعك بياخدك على النهر. الكلب بتاخده على النهر، إذا مش عطشين ما بيشرب. نحن لا، يا ديش ساعة دخلكم، يلا بلا ساعة بلا شيء، يلا حطوا الأكل حطوا السفرة. ما حدا جوعان ولا مرة بجوع. أنا بسمع الجماعة بتحس في جوع هيك وعطش ما له كلام. مرة قعدت يعني 6 شهور بصحراء ما معك شيء أبدا، ولا ميل ولا شيء أبدا، وتقريبا ما في شيء تتاكل يعني. بعدين بتنسى حالك وبتنسى اسمك وبتنسى الأكل، بتضلك إذا عطشت كتير هيك وحدة صغيرة عشبة بتشيلها وفيها تراب وفيها شوية مي لكن ما بقدر لكم تختبروا هالاختبار. وطبعا دايما بيمرق طيارات من فوقك، يعني فإذا هجم عليك حيوان مفترس بتتعلم أن تطلع بعيونه للحيوان وبيسجد لإلك. كل الطبيعة بتسجد لإلك. ومرة خبرتكم يعني بتحس بهمدرة، بتحس بدردرة، في شيء بده يجي. ممنوع السيارات تمرق، بيحطوا انه هون في ناس. سيدي مدرسة العرفان اسمها زرادشت، حسيت في شيء عم بيهز بهالارض. ومرقت بالصدفة طيارة
شايفتها بدها تمرق، بعدين واحد عم بيمشي وقف السيارة بعيد. قال لي عرفت في شيء هون بيقربنا، في بشر. قلت له صرت ما أعرف هيك. بتشوفه؟ رجعت اجت الطيارة غطت وأخذته. بترجع لما بتطلع بتقعد شي شهر تتعلم تحكي وتشرب مي وتطلب شو بدك تاكل. وحسيت وقتها بدي حبة زيتون، أخذوني مطرح طلع من سوريا وكل أنواع الزيتون، وهي خضرة هيك يعني أكلتها هونيك بس غير شكل، أكلتها من غير عالم يعني. قلت لهم هاي بدي إياها. وجيت على لبنان ورحت زرت شاب اسمه إبراهيم، عارف حاله بده يموت وعرف وين بده ينتقل وعلى أي جبل، وقال لي بتحب الزيتون، أمه عجنت وهيك وجاب لي زيتون. وقت بتفوتوا بالأخ يلي هو النسيب بالروح ما في كلام تتحكوا مع بعض، كنت نينتهم بهزوا راسهم يعني مثل الأطفال. كنت بالمركز عندي بأمريكا سما سنتر، بس الولادة صعبة، هي تحت المي بنحط المرأة بمي أندر ووتر بيرث، تغري نطلب أم مع طفل أصغر طفل تجي وحامل هالطفل، يطلع الطفل بالأم ويخلق الطفل، أخوة بالروح اثنين. فإذا كلنا من روح الله، كلنا عيال الله وعائلة ملكية، كلنا رويال فاميلي، مش لويال، مش مملوكين، نحن ملكيين. ملك أنت، كلنا ملوك، مش باللقب، مش ملكة إنجلترا، مش بالتاج، صاحب التاج محتاج، ولكن نتعلم من هالدرس هيك بالنهار مرة مرتين شو عم بصير بأمة العرب والمسلمين. شو هالمؤامرة؟ بتكون معه بس يجيك مصاري بتصير ضده؟ انت حسيب ورقيب على نفسك، بيغلبني الدولار او بيغلبني النور؟ مع مين بدك تكون؟ لا تعبد ربين، سميه رب المسيح. معك حق نحن بحاجة، بس من الخوف. مين بدي يطعميني بكرة؟ ألا اللي طعميك اليوم. يا عائشة بدي تواجه الله بخمس دنانير، خمس دولارات. قالت له سمحني، طلعت لبرا. قال لي أنا ضايع وجوعان، تفضل هودي إلك سمحني وقضي ليلتك معنا. وكان مع الحبيب وعم بيترك جسمه، وعرف كان عنده الكشف، وكتار من الأنبياء عند الكشف. قال لها أنت أول ناس لحقتيني لبنت، وضحكي وعرفت حالها وكفنت نفسها وبتعرف القصة. خلينا نضل نتذكر قصص الأولياء وقصص الأنبياء وقصص علماء ورثة الأنبياء، وفي منهم أحياء بالجسد، ولو انعزلوا عن الناس ما في لزوم تروح لعنده، بس تطلبوا لحوي حدك ميتشو غورباتشوف وكلهم. قال في ست كبيرة بالعمر اجت على الكنيسة وبست له اجري للمسيح. قال لها الأبونا اذا حطيت صورة رئيس جمهوريتنا الروسي بتبوسي له اجري؟ قالت له اصلبه وبس له اجري. انه قال له كلهم بدهم صلب، بس نحن شو عملنا بالمسيح؟ بعدنا على الصليب مندق فيه مسامير ومنحط الصليب على رقبتنا هالقد والماز وكلا والعصاية كل هاي رموز إلا معنى، من الرموز منتعلم. شو معناته هيدا رمز؟ طبعا وقت فات نابليون على الكنيسة وشاف تماثيل كلها من دهب، من انه هيدا مربولوس مربطرس؟ قال لهم فكون وحولون إلى مال ويمشوا بين الناس مثل ما عمل معلمهم. وشو عمل نابليون؟
لا عارف يعيش ولا عارف يموت. كلنا هيك. فإذا هاللحظة اللي عطانا إياها تنكون مع بعضنا، من قوي بعضنا تنشيل الخوف، كلنا إذا خفتم من شيء فادخلوا فيه. أنا عايشة وحدي بخاف كل ليلة، يا الله بدي أقوم بكرة. بنبسط بقومتها أسمع مريم نور، الغفران أقوى الانتقام، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. قالي لي هي أبانا الذي في السماوات، باللغة الأرامية إلى غير معاني الكلمات بس الجوهر واحد. واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، غفر لهم بس ما تنسى، ضلك تذكر إنه ما بدي أعمل غلطة مرتين. وأنا لأنه ما عندي إني انتبه له، كلهم بشوفوا المسيح، كل واحد شفته وجه المسيح، تاري يضاس لبس قناع المسيح، بيرسونا حط قناع المسيح، كلهم صدقت فيهم وأعطي كل ما أملك ماديا معنويا. كنت أحلى زبوني ببيت السلام، أنا أشتري وأدفع وأحط صدقة. كيف في وحدة اسمها ليلي تدفع كل شهر 6000 دولار؟ لا أنا ماني شايفتها. قلت لها دخيلك، لا أنت 2000 لهيدا و2000 لهي بسوريا و2000 لهونيك و2000 لهونيك و2000 لهون. خلص قلت لها ما تدفعي شيء. قالت لي بفتح لك تلفزيون اللي بدك اياه انا من حكام الامارات. شكرا. بعدك بقلبي يا ليلي، بس ما بدنا ابدا حدا يقدر يشترينا. ليه؟ لانه بس يعرفوا معي مليارات وهيك وهيك، حلمك بده يتحقق وبركي ابنه بده يحققه ولا شيء. المال موجود بس بدي انساه، بس هذا اللي بدي فتش عليه، النسيب بالروح. والانسان اللي هو النسيب بالروح ما بقى بده يروح لمطرح، عرف انه العوالم كلها فينا انطوى العالم الاكبر. بيجي لعندي كيلاني ولا بشار انطون ولا زينة، ما في لزوم ناكل، عدوا على موقع وقار المدينة. دخيلكم شجعوا هالموقع، مش عايزينكم إذا أنتم بتحبوا تحطوا صدقات، ولكن اليوم في ناس بتموت بسبب أسباب كتير، تعددت الأسباب والموت واحد. بس بحب يكون عنا بالأمة العربية ومن بلد السعودية يلي هي المدينة، شرفت المدينة، طلع البدر علينا، ما قال القمر أو الشمس، البدر. هالعلم موجود على موقع وقار المدينة، وفي نعم تواصل بالصلاة، صلة الأرحام. شوفوا كلمة إذا أنتم بتلاقوها أجمل، أنتم بتعرفوا أكثر مني بالإسلام. بس يموت حدا، مريم بنت روز، مريم بنت روز، خلص أنت شو بتقدر تصلي وتقول عليها؟ فلان ابن فلاني، اسمه واسم أمه. هالاسمه واسم أمه هو اللي يكون في صلة بينك وبينه حتى تبعث له دعاء، الله يرحمك، الله كذا، يا شافي، أو كلمتين. موجودة هي باللغة الإنجليزية حول العالم، عملتها ست من كندا. ما فيني قلكم شو بيجيها صدقات وزكاة من عرب وغير عرب. منين تعلمتها؟ من السعودية، كانت معي وقالت لي هيك. قلت لها ايه، هم بيصلوا على الميت بس بطريقة غير المسيحية، احنا كل ثالث يوم وسابع يوم وكل سنه وبدنا نصلي. هني لا، هديك فيها تواصل ابدي. وارحم، رحمه للاموات والاحياء، هي مهمه كثير. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صله الارحام، تكون الموت فيها احترام، مش مثل ما عم نقتل هلا. ليش بدنا سلاح؟ ليش السلاح عليكم؟ شيلوا الحلم، حط مين؟ السلام عليكم. شو هني سواقط الفاتحة؟ ليش؟ محطوط العلم، وقلناه كم مرة وبنرجع منكرر. ليش 7؟ ليش 4؟ آية الكرسي، كل هالعلم بكتاب معين الدين الشستي، The Sufi Healing. سألوا أنت مسلم؟ لا. مؤمن؟ شو الفرق؟ بيكذب وما بيكذب؟ نعم، الصوفية هني مثل الزان، يعني أهل الذكر على منابر من نور،
الصوفية من قبل كل الديانات، ولما اجى سر لا إله إلا الله أسلموا كل الصوفيين، عرفوا بسر لا إله إلا، أول ثلاثة إلا، الرابع ليه أحمد صار محمد فعل رسول الله. كل واحد منا حامل رسالة لهالألوهية، كلنا جينا معنا أمانة بهالإيد. شو هالأمانة؟ شو عملنا فيها؟ فإذا كل واحد منا يسأل ويقول شو عملنا؟ وين رايحين؟ شو عملت لنفسي؟ مدام بلافاتسكي كانت كبيرة بالعمر وتعب الترين وتصير تزرع 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 هيك، يا عمي ما كبيرة، قالت له لا، لو ما هني زرعوا نحن ما شفنا الزهور، هلا نحن بنزرع بيمرقوا الاولاد بشوفوا الزهور. نعم زرعوا فاكلنا، نزرع فياكلوا. بس نحن اللي عم نزرعهم بنوع خاص، كل واحد بيعرف وسخ بيته، مهضومين، يعني بتلاقي النكته مهضومه بتجي من الحمصه بتجي من هون. هلا في واحد قال كان في واحد حمصه، سكتوا كله، ما بقى في حمصه وما في حمص. بكره بنقول كان في واحد لبناني، كان في واحد سوري، كان في واحد عراقي. اول ما فاتوا على العراق شو عملنا؟ المتحف والمكتبات، بعدنا مثل ايام من زمان مكتبه الاسكندريه، الدم ضل اشهر وسنين من وراء حبر الاحمر وحبر الازرق وحبر الاسود. ما في لزوم اليوم عندك انترنت، وما بدك انترنت، في الانترنت، رحله داخليه، تعلم من اللي عم بيصير بالخارج. لا حرب، لا دمار، لا عم نقتل بعضنا، لا عم نقوص بعضنا، لا في اثنين اخوه ضد بعضهم، هيدا مع الحزب هيدا مع الحزب، شيل حرف الزين، هيدا حرب هيدا حرب، شيل هيدا بالنص، فيك تعملها مع نفسك. بس انا بضوي شمعتي وانت بضوي شمعتك، صرنا اثنين ثلاثه اربعه خمسه، مثل ما قال حكيم سليمان، اول عصب بيكسروا اثنين ثلاثه اربعه ما بتنكسر، ببقى وحدي انا، نهر صغير بهالصحراء ينشف، اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقعد حد بعضنا، مش عم نكون لبعضنا. هاي أكبر كذبة على القلب يا أخوتي، سامحوني إذا هالأعمال الخيرية عم تنفع، وصلنا لهون بتعطوني بيت وبتعطوني كرسي وهيك بتقعدوا تشحدوا علي. كل الأوقاف الإسلامية المسيحية الدروز كلها، نص الأراضي اللبنانية قديش في ناس بلا بيوت، كل واحد مسيح. تتذكروا اللي راح، ما حدا اخذه، ما حدا نايمه عنده، في خوري نيمه، قال له انت ما بتقرا منا، انت كاثوليكي انا بروتستانتي، انت بدك شو يعني سني شيعي يعني. نام هون، والخوري طلع على اوضته فوق برد هيك، ما دخلني الشمينيه، خلص الحطب، طلع هيك لقى في تمثال لا العذراء، شيله وحرقه، تمثال للمسيح شيله وحرقه. عما هيدا اللي فوق شم ريحة صنوبر، هاي الأشياء الريحة نزل، قال شو بتعمل؟ قال له عم بتدفى، قال له عم تحرق المسيح تتدفى والعذراء، قال له ليش أنا فوتك لعندي؟ مد إيده هيداك على النار، عشان مد إيده على النار عم بيبرح جبل، قال له شو بتعمل؟ قال له عم فتش على المسيح اللي عم بحرقه، قال له أنت خطير، طلع لبرا، طلع لبرا، ثلج وهيك ما قدر ينام هيداك. كيف هذا؟ بردا وسلاما، شو عمل؟ طلع لبرا، لقى عامل تمثال هيك من الثلج. قال له شو عم تعمل؟ قال له هالتمثال عم بدفيني وانا عم بسجد له. طلع عليه لقاه دافي بهالثلج، قاعد على الثلج. قال له انت شيطان؟ قال له طيب انت وين رايح؟ قال له بدي احكي عن المحبه. قال له اذا ما في شيطان انت عندك شغل؟ معك حق. حملوا له الشيطان واخذوا على المستشفى، قال له نعفسيه بحطوه فيرست كلاس. كيف
كنا عم نتاجر بشيء اسمه المسيح، عملنا الصليبية، وقت اللي اجا فرانسيسكو تيقتل المسلمين هون، قال له قبل ما تقتلنا رح خبرك شو منقول عن المسيح في القرآن وفي الإسلام، حط سيفه قال له سامحني، ورجع يمشي والدم من إجراه. ووصل على روما الفاتيكان بس لأجره، حضروا فيلم برادر سان سيستر مون، قال له أنت الحقيقة وأنا كذاب وعملت كل هالمؤسسة، وهيدا الفيلم بيحطوه بشكركن على تلفزيون التيلي لوميير، وانت بقلبي تيلي لوميير، ما فيني انساك. كل واحد منا بيمشي تيعمل رسالة، شو رسالتك؟ قال لي واحد منه انا رسالتي دق الجرس بمكة، قلت له لسانن الجرس وعندن الاذان، أن ترى الألوهية في كل شيء، ما تغير من دكان لدكان، عم بتغيرها يعني، بس غيرت الريحة بس نفس الحرية، تغير أنت، أنت فتش على نسيبك بالروح، الكتاب موجود بلغ آية إن كان من الإنجيل أو من القرآن، بالإنجيل موعظة الجبل يا حبيبي أنت، ليش المسيح طلع على الجبل؟ ليش الحبيب طلع على صغار حراء؟ ما بيقدروا بدهم يهربوا من الناس، فيك تكون بيناتهم وبتفوت لجوا، إذا كنت قوي أنا ماني قوية، برجع على البيت دغري بفتح الباب، أوقات بدري وين بنسى المفتاح برجع حاطة كم مفتاح للبيت عندي هون وهون بالكونسيرج عند إلي عند أبو جان، ما في حدا، كلهم راكدين لبرا. جربت انه اعمل بنايه كنت احلم فيها انا وصبيه، فريندز بيلدينغ حد الجامعه، انا هون وانت هون وانت هون وانت هون، اذا في شي بنايه هيك بلبنان انا خادمه عندكم وكون حارسه البنايه وتشوفوا شو بنعمل، بس هيك تعوا عدوا عندي حارسه البنايه انا الكونسيرج بكون نظف وكنس وبمسح وبجلي وبعمل كل الدرج، هالدرج اللي عم نظفه هذا الدرج الداخلي. سأله واحد للحي قال له كل ما طلع واحد تطلعي معه، في شي واحد وصل لفوق تطلع وبتنزل معه، تطلع وبتنزل، هي طاقة المساء الليل. سبحت من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، شو ما عملت بكون على كل عمل عبادة. أهلي كانوا يقولوا لي متى خرجت الجامعة تصير طبيخة، إيه أنا طبيخة وبتمنى ضل طبيخة، بس هلا ما بقى فيني اطبخ بالمطبخ، بطبخ الطبخه اللي عم بتعلمها منكم، الطبخه النبويه الشريفه.